الصورة اللي بعدها الفنانة والنجمة منى شلبي. حبيبة قلبي. ايوه اللي النجومية يعني دايما النجومية بتخلي الناس تتغر. لا دي النجومية خلتها بني ادمة احلى واجمل ومتواضعة. لا تجنن، مفيش زيها منى، جميلة وحقيقية برضو جدا. يعني انا بحب الناس الحقيقيين. ممثلة هايلة طبعا، ممثلة رائعة، انسانة هايلة ورائعة وممثلة رائعة وزميلة رائعة وجميلة جميلة، بحب منها جدا. من الناس اللي سألت عليكي برضو منها؟ طبعا 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 سألت عليا. جميلة. انت سألتي عليها بعد كده في الأزمة بتاعتها؟ بعت لها مسج لان انا مش عايزه ابقى لود، وردت عليا على طول. طبعا حبيبتي الحمد لله ربنا نجاها. الحمد لله. ساعات بيجي لي احساس انه الصحفيين ما بيحبوش منى شلبي، بيهاجموها كتير. بتشوفي ده ولا ما بتشوفيش؟ ما باخدش بالي. اسمعنا منى شلبي، اسمعنا منى، ممكن عشان هي بتتصرف معاهم بشكل معين فهم مش حابين ده، فبيبتدوا ان هم يهاجموها او يتربصوا باي موقف ليها او باي حاجه ليها. طب حبوا منى شلبي يا جماعه، لان منى شلبي دي جميله جدا تتحب. وبني ادمه جميله ومتواضعه وما فيهاش اي، يمكن على فكره هي ما بتحبش اسلوبهم، ممكن ما بتحبش طريقتهم. ممكن ما بتحبش طريقه بعض الصحفيين. خدي بالك ان النجوم كمان الصف الاول بيبقى عليهم ضغوط جامده جدا. ايوه فالناس تقدر يعني. خلصت فقره معاك ولا عليك، وخلصت الفقرة دي، وهنروح للفقرة اللي جاية.